السلام عليكم، معكم دكتور سليم محمود قريطم. النهاردة هنتكلم عن أفضل وأرخص علاج لسرعة القذف عند الرجال. سرعة القذف عند الرجال مشكلة بتواجه رجالة كتيرة، واتكلمنا قبل كده في فيديو قبل كده عن جل بيستخدم لعلاج سرعة القذف، وكان اسمه جونيس جل وعامل 45 جنيه، واتكلمت في فيديو سابق عنه. النهاردة للناس اللي هي مش لاقيه الجل ده، او للناس اللي بتحب تستخدم جل، النهارده وفرنا لكم حبوب سحريه، حبوب تعتبر ارخص انواع حبوب سرعه القذف، تستخدم لعلاج سرعه القذف عند الرجال. معانا النهارده ماتيو جاك اقراص. زي ما حضراتكم شايفين ماتيو جاك، العبوه شكلها جميل جدا، 3 حبايات اهو، الحباية شبه القلب. طيب الماتيو جاك ده في مادة ايه؟ الماتيو جاك في مادة الدابوكسيتين بتركيز 60 ميلي جرام، تمام؟ يعتبر حاليا هو ارخص مثيل او ارخص بديل او يعتبر ارخص انواع الدابوكسيتين اللي موجودة في مصر، لانه العلبة 3 حبايات عاملة 30 جنيه، القرص عامل 10 جنيه بس. طبعا في جي بوكس القرص عامل 14 جنيه، في ديور جوي القرص عامل 15 جنيه، في انواع تانية كتير، في الاندوبوكستين القرص عامل 11 جنيه، ده يعتبر ارخص نوع. وكمان هنتكلم عن انه ايه اللي بيميزه عن باقي الانواع، لان ممكن من شركة للتانية بيختلف بس التأثير حاجة بسيطة. طيب الاول كده الماتيو جاك الاستعمال بتاعه بيستعمل قرص قبل الجماع من ساعة لثلاث ساعات، تمام؟ مفعوله هيستمر حوالي ساعتين، من ساعتين لثلاث ساعات، تمام؟ طيب القرص اللي هو الماتيو جاك ده نستخدمه ازاي؟ قبل الجماع بساعة لثلاث ساعات هناخد قرص وناخده مع كوباية مية كبيرة، وخدوا بالكم لازم كوباية مية كبيرة، لازم ناخد كوباية مية كبيرة عشان ممكن المادة التابوكسيتين ساعات بتعمل شوية شعور بالدوخة أو الدوار أو القيء أو الغثيان، ده هيقلل القيء والغثيان شوية. كمان وانت بتاخده يا ريت تاخده وانت في وضع اما واقف اما قاعد، وما تقومش مرة واحدة وما تنامش مرة واحدة وانت ايه وانت واخد الايه الحباية، لان ده ممكن يعمل شوية دوار ودوخة، لان الاعراض الجانبية للاقراص دي انها ممكن تعمل شوية دوخة، شوية دوار، شوية عرق بسيط، ممكن تعمل شوية هبوط بسيط في ضغط الدم. عشان كده هنقوله بقى ان مرضى الكلى ومرضى الكبد يستخدموه ايه؟ يستخدموه بحذر، تمام؟ بلاش مرضى الضغط الواطي اللي عندهم انخفاض في مستوى ضغط الدم يستخدموه، كمان اللي عندهم مشاكل في القلب ما يستخدموهوش، اي واحد تاني سليم، اي شخص من 18 سنه ل 65 سنه يستخدمه بامان وفاعليه، مفيش اي مشاكل. كمان المشاكل بتاعته انه يعمل شويه دوخه ودوار وشعور بالغثيان مش مع كل الناس. بالمناسبة الأقراص دي أخف أنواع الدابوكسيتين بالشعور بالدوخة والقيء والغثيان، يعني كل الناس اللي خدوا القرص ده واستعملوه نادرا ما حد حس بدوخة، نادرا ما حد حس بقيء، نادرا ما حد حس بغثيان، نادرا ما حد حس بضربات القلب، فضل الله يعني أخف أعراض جانبية في الأقراص دي. الأقراص دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد إن هم إنها ترفع مستوى هرمون السيروتونين، هرمون السعادة في الجسم، تمام؟ عشان كده لو انت مريض، لو انت عندك اكتئاب او بتاخد ادوية اكتئاب زي السيروكسات، زي اللوسترال، زي الدبرام، زي المجموعة اس اس ار ايز، مجموعة اللي هي بتزود مستوى السيروتونين، يا ريت ما نستخدمهاش في نفس الوقت مع الماتيو جاك. طيب ليه؟ لانه هما الاثنين مع بعض هيعملوا مشاكل جامده، دي بترفع مستوى السيروتونين، وترفع مستوى السيروتون بيعملوا حاجه اسمها سيروتون سندروم، ده لقصه تانية وطويله خالص، تمام؟ طيب عشان كده ابعد عن الادويه دي. برضه نفس الكلام، احنا قلنا الناس اللي هي بتاخد علاج للقلب او علاج عشان الضغط، عشان الضغط الواطي عشان ترفع ضغطها، برضه ما تستخدمش في نفس الوقت
استعمال الماتيو جاك معها. الماتيو جاك هي حباية فعالة جدا ومتميزة جدا، بس قبل أي شيء لازم نعرف إيه أسباب سرعة القصف. أسباب سرعة القصف عند الرجال هو سرعة القصف لما الرجل يقذف أقل، يعني يقعد مدة أقل من دقيقتين، أو يدوبك يقذف بمجرد الصرع أو قبل الصرع، حتى قبل ما يحصل عملية استثارة. طيب الموضوع ده لازم يتحل، لازم نعرف السبب. الأهم حاجة السبب، لو في توتر وعصبية وتنشنة لازم يقله. تمام، لو الشخص عنده ضعف في الانتصاب، ما ينفعش أخذ الحبوب دي مع مريض عنده ضعف في الانتصاب، لا، لازم أعرف سبب ضعف الانتصاب إيه، وأشوف مستوى هرمون التستوستيرون، مستوى هرمون الذكورة إيه. كمان لو الشخص بيفكر في الموضوع وخايف إنه يقذف بسرعة، ده هيديله شعور بالإحباط وإنه يقذف بسرعة. العوامل دي قاسية، الناس اللي عندهم احتقان في البروستاتا أو دخن بصحة حميد برضو، عشان كده لازم زيارة الدكتور المتخصص اللي هيعرفنا ايه سبب القصف المبكر او سرعة القصف. هل هي حالة نفسية؟ هل هي حالة مرضية؟ تمام، احنا بنتكلم في العلاج ده على الناس اللي عندهم حالة نفسية، توتر وتنشنة، يساعد معانا انه هو يزود الإحساس عند الراجل بثقة بنفسه، وفي نفس الوقت يزود هرمون السعادة. طب يا دكتور، يعني الدواء ده بأمانة يقعد قد إيه؟ بصوا، هو عن التجارب العملية والناس اللي استخدمته، هو بيقعد من حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، ودي فترة كويسة جدا، لأن أصلا المعدل الطبيعي للعلاقة حسب أحدث الأبحاث من دقيقتين لعشر دقايق، من دقيقتين لعشر دقايق. يبقى احنا قلنا الماتيو جاك هنستخدمه قرص قبل الجماع بساعة او ثلاث ساعات، مفيش مشاكل، وياريت تكون المعدة فاضية. تمام، وهنستخدمه مع كوباية مية كبيرة. الاقراص دي فعالة ومتميزة، الاقراص زي ما احنا شفنا اهو، وزي ما قلتلكو العلبة ثلاث اقراص، سعر القرص 10 جنيه، العلبة ب30 جنيه. ولو في مشاكل في الانتصاب لازم ناخد علاج للانتصاب، إيريك فايريكتا، مجموعة السلدنافيل، مجموعة الفاردنافيل، ليفيترا، الفاردي فيردنوديب، مجموعة السيالس والتدلافيل وباقي المجموعات دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.